ضيفي ببلوك نوت مشاهدينا هو فادي شويري لنحكي عن كارت بروموسيون. كلنا بوقت من الاوقات بحاجه لبطاقات زياره، بطاقات دعوه، بطاقات معايده وكل انواع البطاقات، وهالموسم عاده بيكون موسم مليء بالاعراس. صحيح. صح فادي، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. كارت بروموسيون شو بتقدموا سيرفيسز للزبونات؟ كارت بروموسيون نحن بنقدم كل الكروتي اللي بيعوزوها العرسان وحتى مع السوفينيرات يلي بيعوزوها تقدموها كدودو روتور وقصص كثير. يعني دخلك بعد دايرش كدودو روتور بالاعراس؟ صحيح، بالمبدا ايه بيقدموا سوفينير كدودو روتور تضل ذكرى عندهم بالبيت، يعني تضل يتذكروا العرسان، تتذكروا العرس. مبدئيا هذا اللي بتعملوا، يعني بطاقات الدعوه بكافه اشكالها والسوفينيرات. صحيح صحيح. بدنا نشوف كمان مجموعه من الصور لكروت الدعوه. اكيد في عندنا مجموعه كثير جديده كثير حلوه، مثل ما عوضنا زبوناتنا يعني على طول نرضيهم باذواق جديده ومتطوره كمان. كل قد ايه بتجددوا هالكوليكسيون؟ بالمبدا نحن يوميا عندنا حوالي 3-4 كروتي يلي بيكونوا ابديتنج، يعني بيكونوا جداد، يعني هدول اليوم بالسوق. كل يوم عندكم 3-4 موديلات جداد؟ صح صحيح. والزبونات عاده بيجوا لعندكم بتعرضوا عليهم انتم شو اللي بيناسبهم، او هن بيقولوا لكم شو بدهم بالمبدا اساسه؟ بالمبدا شو روم موجوده، يعني بتفرجوا العرسان او بيكونوا جايبين كارت مثلا ساحبينه انترنت او شيء عبالهم ينفذوا، نحن قادرين ننفذه كمان. حيلا كارت اي فكره بدهم اياها نحن بنقدر ننفذها. شو المطلوب فادي لواحد ينفذ كل انواع الكروت؟ مطلوب يكون العقل كرياتيف وخلاق، او مطلوب يكون عندك الماشينز الضروريه للطباعه، او شو؟ هلا فيرست اكيد يعني الفكره اهم شيء، متى ما اجت الفكره يعني صار كله بيتطبق، ونحن عندنا كل الماشينز يلي هي ابديتنج، يعني هي جديده بالسوق اليوم من ليزر كات. نحن هون عم نشوف الكروتي يعني السامبل هلا هو البوست كارد هيدا اللي هو انطلب كثير هالسنه، يعني بينبعت مثل بطاقة البريدية كارد. صح بس وبكون محطوط عليه دعوه او اشياء سامبل كلاسيك يعني بيتقدموا. بعد في طلب على الكلاسيك؟ اي هو بالمبدا يعني 70-80% كله كلاسيك بيكون، بيرجع الافكار الجديده، يعني مثل عم تشوف هيدي فكره كثير جديده بتيجي مثل شكل مروحه يعني تفتح، هي اشياء كلاسيك. يعني كلها بتشوفيها افكارنا يعني قليلة تنوجد بالسوق، يعني اشياء جديده. بعدنا عم نشوف هون الكلاسيك هون بلا شوي اوريجينال، هيدا بالمبدا شو هون صح في اشياء موتيفات بتتعدل بتتغير. حياة الكارت نحن فيها نعدل نوع الكرتون، نوع الموتيف عليه، المهم تكون الفكره موجوده. هيدا كارت مثلا بيتحرك، يعني بيكون مسكر بتشوفي صوره، بيرجع بيفتح هيدا النص، بيرجع بيكمل النص تبعه للعرس. او اشياء موفينج يعني كارتس. هيدا كمان العروس بتقرب لعند العريس بدو ستيب، بتقرب العروس شوي صغيره بترجع بتلاقي العريس ببين الكارت تبعه. بس تفتح الكارت بصير بيتحرك لبرا. صح. هيدا كارت كمان ريكتو فيرسو بيكون مسكر، بيرجع القفا بيكون صور للعرسان بيكون اعطونا اياهم ديجا بنظبطهم. هيدا تشوكلت كارت، هيدا كارت بقلبه فيه شوكولا. هون الصخر، كروتي مطبوعه على صخر. هيدا على ازاز. او اشياء يعني بتقدم كارت عرس بينطلبوا اللي مطبوعين على الصخر وعلى ازاز. صحيح دايركت على الصخر على ازاز، اما على الومنيوم هيدا بيضل مثل سوفينير عندهم كمان بالبيت، يعني هيدا ما فيهم يتخلوا عنه، بخلوه مثل سوفينير عندهم بالبيت كمان. في عندنا هون قفص كمان مثل كادو روتور كمان بيكون، بس بتسلم قبل العرس، قبل الحفله يعني. هو قبل بقد ايه لازم يطلبوا الكروتة العرس؟ بالمبدا كروتة العرس المفروض يتوسع عليها يعني قبل 15 نهار من ما بدهم يوزعوا. كافيين 15 نهار؟ بالمبدا كافيين، نحن عندنا 5 دايز تنأمن المسطرة للعرسان و10 دايز للفينيشينج تبعه للكارت. بتسرقوا افكار من زبوناتكم؟ بيعطونا هن الافكار، يعني في عندك عالم ما بتتقبل انه يكون شيء موجود، يعني هن دائما عندهم افكارهم بيقولوا لك عرس مثلا مره واحده ما نعمل شيء على اذواقنا نحن، بقى نحن اكيد حاضرين بنأمن لهم الطلب تبعهم. ومنين انتم بتاخذوا افكار غير من الزبائن اللي بيجوا لعندكم بيعطوكم هن شيء معمول قبل؟ نحن افكارنا جديدة. يعني من معارض من برا، من افكار جديده، يعني بتشوفيها يمكن تطبقي فكره على كارت ما تكون هي موجوده لكارت معين، بتطبقيها انت لهالكارت. هون عم شوف بوكس مثلا كمان بيجي بتفتح بقلبها ببين الكارت. هون عنين تنبيد بيجي مع الساك تبعولها.
نحن اكيد نحن بيجي اسامي المدعوين كمان على الساق، نحن كل شيء بنقدمه بيجي اسامي المدعوين مطبوعه دايركت على الكارت، ما منا محتاجين لخطط يعني بروحوا البطاقات دغري للتوزيع خاصه خلص يعني بعد هدول اشياء سوفينير، هدول بنحفر اسامي العرسان على السوفينير بتقدم الكادو دو روتور كله مطبوع، هيدي مملحة ومبهرة مثلا كمان شكل عروس وعريس بنحط كمان اسامي العرسان، هدول اشياء هيك مثل جاست صغيرة يعني بقدموها بتضلها مثل ذكرى عندهم بالبيت خاصة مملحة ومبهرة صحيح. هون هيدي مراية تنحط بقلب ساك كمان بنحفر اسامي العرسان على المراية دايركت يعني اكثر شيء بعد في طلب عليك على البطاقات الكلاسيك العاديين ولا اكثر على الافكار الاوريجينال المجنونه بالمبدا المجنونه بدك تامني تين ايجن يعني اعمار صغيره هدول بيطلعوا اشياء المجنونه بس بالمبدا بس الافكار الكلاسيك هي الاكثر شيء مطلوبه شو عم نشوف شوز كمان هي شوز صح شوز. كمان هيدي بتيجي فتحت انانه بتيجي من ورا بتفتح الانينه فيها من ورا اوكي وعلى شكل شوز هذا ليفردور يلي اذا حدا بيحب مثلا يكتب لهم شيء كلمه للعرسان اما كذا كمان احنا بنقدر نامن ليفردور مع صور بقلبه مطبوعه بنحط بالمطعم يعني قبل ما يفوتوا يكون كتبوا لهم هن كلمه ضلها مثل ذكرى عندهم حلوه هي الفكره صح عندنا التيبل كارت عندنا التيشوز يلي بنطبع عليهم كمان بيستعملوهم بالبيوت للضيافه للبقلاوه كمان بيلحقوا التام زيته صح بيكون تام زيته بيكمل العرس يعني فادي شكرا لك لافكارك ميرسي لك ان شاء الله بيكون موسم عامر ان شاء الله خير خلال فصل الصيف نحن بعد البريك رح نكون مع كلينيك ودكتور ياد سركيس خليكم معنا